عمي مهني، واحد من بين آلاف الجزائريين الذين عاشوا وعايشوا أحداث 17 أكتوبر من عام 1961، يوم قرر الجزائريون المقيمون بفرنسا كسر جدار الصمت ليخرجوا في مظاهرات سلمية مطالبين برفع حظر التجوال عنهم واستقلال الجزائر. 17 أكتوبر قال لي الحوق قبريدي 30 شافيو إن الثمدي ثقين أو يترسوا لقرون بولبع لين ميرتاو نشكل سخلقلسوا لقرون بولبع. Donc j'ai fait tout mon possible à contacter mes subordonnés, les responsables, les chefs de section, j'avais des chefs de groupe. Sur les grands boulevards, il y avait une masse. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Là, il y a des chambres, il y a des gens. Ou là, je suis au Gaza. Ni la police, ni le HEPS, ni. وقتها كان عمي مهني ذا 28 ربيعا، عمر جعله يحتفظ جيدا بفظاعة الجرائم التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق المتظاهرين سلميا، فلم تكتفي وقتها بالتنكيل بل ألقت بعشرات الضحايا من الموت والأحياء إلى نهر السين. دابور إذا تعرف ما هو تبار مين كنيا، هنا في ليمان ليبر، يو دي بليسي، يو دي زرجيريان جوتي على سين، قروا يكبس النظر أنا نقرا على سين. Il y a encore des gens vivants, mais rien que le grand rachat à la salle. Oui, moi, oui, c'est l'expérience. حقائق بقدر ما تحفظها ذاكرة عمي مهني وغيره ممن عاش المجزرة، إلا أن ذلك لا يكفي لترسخ في أذهان الجزائريين وكل أحرار العالم، فتاريخ فرنسا أسود سواد ظلمة نهر السين في تلك الليلة.